يقول: قالوا نرى فيك نور الحق مرتسما، ومن جبينك ثار الصخر والحمم، وفي لسانك آهات تكلمنا، وفي شفاهك قول صاغه ألم، وفي عيونك نار سلها قدر، وفي محياك شر الأرض يلتهم. من أنت؟ قل لي. أنا الشهيد وعذري أنني بشر، لو ردت الروح عاد القلب ينتقم. أقسمت بالله أن أرعاك يا وطني، وها أنا اليوم قد أبراني انقسم. هذا اليوم هو اليوم الذي خصصته دولة الإمارات العربية المتحدة للاحتفاء بشهداء الوطن الأبرار، أولئك الشهداء الذين قدموا أعمارهم لخدمة هذا الوطن. بالنسبة لأهمية هذا اليوم، أنا في تقديري له بعدين. البعد الأول هو تعميق الولاء في مجتمع دولة الإمارات، وهذا أنا في تقديري وايد مهم. غير أنك أنت تنمي هذا الولاء، تحتاج إلى أن تنمي الوعي عند الناس، لأنه عندما يأتي مجتمع مثل مجتمع دولة الإمارات ليتفاعل بمكونات المختلفة، تحتاج في هذا الوقت بالذات، تحتاج هذا الوعي من الجيل الصاعد. بمعنى أنه مع سرعة ما يحدث في العالم، مع وجود الإنترنت، مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي، هذا الدماغ الصغير لابن الإمارات قد يشوش وقد يذهب به بعيدا. وايد مهم أن ننظر إلى توعيته بمفهومنا الوطني. لذلك أن نحتفل بشكل سنوي بيومنا الوطني وايد مهم، وأن نحتفل كذلك بيوم الشهيد في كل عام كذلك وايد مهم. أصبح الكل من يعيش على هذه الأرض يعرف لماذا استشهد هذا الابن الإماراتي، استشهد هذا الابن الإماراتي ليحقق لك أنت هذا الأمن وهذا الرخاء اللي نحن نعيش فيه. ما استشهد لأنه والله ذهب ليغزي، ما استشهد لأنه والله أراد أن يحتل، استشهد ليوفر لنا هذا الأمن، استشهد كي يحقق لنا أمانينا، استشهد كي نصل نحن اليوم لهذه الرفاهية اللي تعيشها كل من يكون على أرض دولة الإمارات، استشهد كي يصنع هذا التلاحم بيننا جميعاً.